لقاءات عديدة أجرتها الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن وفلسطين مع عدد من المطاركة والمطارنة خلال زيارة روحية لمدينة القدس وعدد من المدن الفلسطينية. شرحت خلالها دور نورسات في نشر رسالة السلام إلى العالم أجمع. تفاصيل أوفى حول هذه الزيارة الهامة في سياق التقرير التالي. زارت الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن وفلسطين للتبرك من الأماكن المقدسة فيها ولقاء رؤساء الكنائس في القدس وعدد من المطارنة والكهنة والمسؤولين وللترتيب العملي والخطط المستقبلية في مكتب فضائية نورسات في فلسطين. رافق السمعان في جولتها الناشطة الأردنية ريبيكا عودة ومندوبة نورسات في فلسطين مارلين الحدوة، وكانت أبرز اللقاءات مع غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث في دار البتركية في القدس، حيث وضعت غبطته بصورة الإنجازات والأنشطة لفريق عمل نورسات في الأردن وفلسطين، وعن العمل المستقبلي الإعلامي المنوي إقامته في القدس، مقدمة لغبطته لوحة فسيفسائية عربون محبة. من جانبه رحب غبطته بالسمعان شاكرا جهودها المتميزة في خدمة الكنيسة المحلية وعملهم المتواصل. وكان هناك لقاء آخر مع غبطة الكاردينال بيير باتيستا بتسابلا بطريرك القدس للاتين، الذي تمنى لمكتب نورسات في الأرض المقدسة دوام التميز والنجاح في نقل الصوت والصورة لكل العالم عبر فضائياتها. ومن جانبها قدمت السمعان كتابها الذي يوثق زيارات بابوات الكنيسة الكاثوليكية للأراضي المقدسة كعربون محبة. والتقت السمعان مع الوفد المرافق سيادة المطران عطلة حنة رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس، وجرى حديث مطول حول القدس والمقدسات والتحديات التي تواجه الفلسطينيين في أرضهم، متمنيا سيادته لكافة العاملين في الفضائية الصحة والنجاح ودوام التميز. حقيقة العنصرية دائما كانت موجودة، ولكننا نلحظ خلال الفترة الأخيرة ومع هذه الحكومة الجديدة ازدياد في العنصرية، تعديات على رجال دين، تعديات على كنائس، على مقابر، على رموز دينية. يعني أنا على الصعيد الشخصي عدة مرات في أسواق القدس وفي شوارع القدس كنا نشتم ويبصق علينا، وطبعا نحن عندما تتم إهانتنا بهذه الطريقة نتذكر كلام الرب يسوع المسيح على الصليب: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. نحن مسيحيتنا لم تعلمنا أن نرد على العنصرية بالعنصرية وعلى الكراهية بالكراهية وعلى الشتيمة بالشتيمة. عندنا أسلوبنا الخاص في أن نرد على هؤلاء الناس، نصلي من أجلهم، ندعو من أجل هدايتهم. هذه الظاهرة موجودة وهي تزداد، وهنالك، دعيني أقول، هنالك استهداف للحضور المسيحي في القدس. كما زار الفريق الكنائس والمواقع الأثرية للتبرك منها، والتقوا مع العديد من الآباء الكهنة والمسؤولين ولجان الرعاية. أتمنى لكم التوفيق والبركة طبعا لإلكم للقسم الجديد اللي راح تفتتحوه في الأراضي المقدسة محطة نورسات. نتمنى لكم التوفيق والبركة الإلهية حتى تستطيعوا أن تغطوا كل الأخبار، كل الخدم، كل الأعياد والصلوات التي تتم هنا. نشكركم، نتمنى لكم التوفيق، كل سنة وأنتم سالمين. ربنا يبارككم، ربنا يعطيكم القوة بخدمة كمان أنتم المجتمعات الأخرى والرعاية الأخرى، لأنه صوتكم لا شك هو كرازة بحد ذاته، فأكيد ماشيين على وصية الرسول بولس: الويل لي إن لم أبشر فأنتم نعم المبشرين بيسوع المسيح. فشكر لقناة نورسات، أكيد شكر لكل الإدارة اللي موجودة معنا، وشكر للدكتورة باسمة ولكل الطاقم العامل أكيد بنورسات بالأردن وفي الأراضي المقدسة. فربنا يبارككم ويعطيكم أكيد، ومنرحب فيكم بكنيستنا كمان باسم الكهنة، باسم المجلس الرعوي والهيئة التمثيلية كمان، ودائما مرحب فيكم
ببلدكم وقريتكم وبكنيستكم. أطلب من سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح أن تبقى نورسات ويبقى إشعاعها إلى كل أقاصي الأرض. وشكراً لجميع العاملين، مع تمنياتي للإدارة والعاملين التوفيق والسعادة، وأن يرفقنا الله ويعطيهم كل خير. بهاي المناسبة أنا بحب أشكر قناة نورسات كلولمير على تغطية القداس الإلهي. إحنا اليوم موجودين في كنيسة مريم العذراء في سخنين، أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، أكبر كنيسة في الشرق الأوسط. إحنا بنستغل هاي الأيام المباركة، ذكرى مولد مريم العذراء، لنشكر جميع أعضاء اللجنة السابقين اللي بدأوا في هذا المشروع الضخم. من سنة 1995 بدأ المشروع، وضع حجر الأساس في سنة 1999، ونحن مستمرون حتى يومنا هذا في هذا المشروع، ولم ننهي حتى يومنا هذا المشروع. شكرا لكم كمان مرة على زيارتكم، ومنتمنى من ربنا هاي التغطية تصل لجميع الدول العربية ليعرفوا انه عنا اكبر كنيسة في الشرق الاوسط. نرحب فيك بمدينة سخنين في كنيسة السيدة العذراء، ونشكر طاقم تلفزيون نور سات. اولا ابدا كلماتي هذه بالترحم على ابناء طائفتنا الذين انتقلوا الى الاقدار السماويه، الذين عملوا بجد ونشاط واجتهاد ليل نهار، وقدموا الغالي والنفيس من اجل بناء هذا الصرح العظيم الذي يعتبر وبحق مفخرة لنا جميعا. ختمت الزيارة بالمشاركة في خدمة قداس الأحد في كنيسة ميلاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في سخنين. يذكر أن زيارة الأرض المقدسة لهذا العام كانت لتحضير العديد من البرامج وترتيب نقل الخدم والصلوات على الهواء مباشرة بمباركة رؤساء الكنائس لنقل الصوت المسيحي لكل العالم. للنورسات مارلين الحدوى من القدس.